السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي شوف ازاي نعمل صوره للانتيريور ديزاين في المايكروسوفت بينت. جربت مواقع كتيره لكن اكتر واحد عجبني النتيجه بتاعته ميدجورني ومايكروسوفت بينت، لكن ميدجورني مجاني فهنروح لمايكروسوفت بينت. اقول له انا عايز اعمل صور ايمجز، وبعد كده اروح لكرييت، وهاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل صوره بستايل معين واقول له كرييت، فلاقي فعلا عمل لي صور بالشكل دوت. طيب تعالى نقول له عايزين ستايل تاني. هسيب لكم البرومت اللي استخدمناه في الفيديو وغيره في قلب الوصف بتاع الفيديو. تقدر تقول له مثلا عايز وصف، عايز صورة الحاجة داخلية مثلا، اهو ده عمل حاجة جايب التفاصيل كلها. طيب نطلب منه حاجة مودر واقول له كرييت، فعملها لي بالستايل الجميل دوت. واي صورة فيهم تقدر ان انت تكبرها وتقدر تعملها شير او تعملها داونلود، او حتى ممكن تقول له ان انت عايز تعمل لها كاستمايز وتعدل عليها. ممكن تدخل على برنامج الديزاينر وتعدل فيها بسهولة. نجرب حاجة تانية، فجاب الصورة بالشكل دوت. طيب انا هطلب منه صورة تكون بسيطة، فطلعت الصورة بالشكل دوت، بيوت فاضية خالص كده وهادية، بحب انا الستايل دوت. طيب عايز اقول له بقى اعمل لي غرفة بتطل على البحر، فعمل لي الاربع صور دول. طيب خلينا اقول له اعمل لي بقى صورة تانية كده، ليفنج روم، فاعملها لي بالشكل دوت. طيب نقول له برضه عايزين حاجة تانية كده تكون ايه شكلها جميل، تصميمات كريم راشد، تيبل، صوفا، فعمل حاجة بالشكل دوت. الجميل ان انت لو كتبت نفس التكست اللي هسيبهولك اسفل الفيديو هطلع لك صور مختلفة تماما، تمام؟ فهو بيعمل لك حاجة خاصة بيك انت، بيدمج صور كتيرة مع بعض لحد ما تطلع لك صورة مختلفة تماما عن الأربع صور دول. فلو انت جربت وطلعت النتيجة أقل شوية أو أكتر أو جرب تاني وتالت لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. خلينا برضو نجرب حاجة كمان. الجميل ان انت حتى لو جربت بالعربي هيجيب لك النتيجة، هو بيحول العربي الإنجليزي ويجيب لك نتيجة. الدليل ان هو بيحول العربي الإنجليزي ان لما قلت له اكتب كلمة بالعربي راح حولها الإنجليزي وكتبها بالإنجليزي، لكن النتائج بتاعته مذهلة. بالنسبة للبرنامج مجاني وبيديك 15 تجربة كل يوم، فتقدر تعمل صور كتير جدا بالشكل الجميل دوت. فتقدر تطلع صور، طبعا هو البرنامج مش قادر ينفذها، فانت بتقدر تشوف ايه الحاجة اللي ينفع ان انت تنفذها وايه الخطوات اللي تتنفذها وايه الماتيريال اللي هتنفذها. فالتجارب دي مش بتلغي دور المصمم او الانسان، لا بالعكس هي بتسهل عليه الشغل بتاعه.